أخذوا نهاري وأخذوني وأخذوا قلبي وتركوا الوهيل وسرقوا النور من عيوني. أخذوا الريح وأخذوا الليل أخذوا نهاري وأخذوني وأخذوا قلبي وتركوا الوهيل وسرقوا النور من عيوني. أخذوا الريح وأخذوا الليل أخذوا نهاري وأخذوني أخذوا قلبي وتركوا الوهيل وسرقوا النور من عيوني. لماذا اضطربت سحر بهذا الشكل؟ تفضل. آنسة سحر، آسف جدا لتوقفي عن إعطاء الدروس، مضطر للتغيب عدة أيام في العاصمة لأسباب قاهرة، لا أعلم متى أعود. سأتصل بك عندما أرجع، أكرر أسفي لما حصل. المخلص أمين. ما يعني هذا؟ لم تذكر الرسالة شيئا. لابد أن سحر تعرف أشياء تخفيها عنا. كأنها تخاف من شيء ما. سحر خائفة على السيد أمين. كيف ذهبت إليه وهو يقول بأنه مسافر؟ هذه أول مرة يترك فيها السيد أمين قريته. لماذا؟ أهو لا يغادر القرية؟ لا، قضى حياته هنا، لم يسافر قط إلى أي مكان. ماذا نفعل الآن؟ ننتظر عودة سحر. لا أرى سببا لاضطرابها. وأنا أيضا. انتظريها يا منى. سأنتظر قليلا، وإن تأخرت سألحق بها. السيد أمين سافر مع عبير، لم أجد أحدا في البيت. لا أعرف ما بها عبير، أشعر بانقباد وخوف. لا تخافي، عبير بخير والسيد أمين أيضا. هل تعرف ما الذي أصابهما؟ لا أرى مبررا لهذا الخوف يا سحر. لست أنا الخائفة، السيد أمين هو الخائف على عبير من الموت. من الموت؟ من زرع برأسك هذه الفكرة؟ عبير بخير. ما الذي أصابها إذن؟ ولماذا يرحل فجأة السيد أمين إلى العاصمة؟ قلت لك إنها بخير. هل رحلت وتركت والدها فسافر يبحث عنها؟ لا لا، عبير سافرت مع والدها وبرضاه. لماذا سافرت؟ لا يمكنني إخبارك الآن سوى أنها بخير. أرجوك أيها الطبيب، لن يزول خوفي حتى أعرف ما حل بها. عبير سافرت مع والدها لتتزوج في العاصمة. سافرت لتتزوج؟ نعم. والسيد أمين؟ من الطبيعي أن يذهب معها ليشرف على الزواج بنفسه. ربما بدأت أفهم ما يجري.
لكني ما زلت خائفة. لا داعي لهذا الخوف كما قلت لك، وإذا كانت عبير ستتزوج فمن الأولى أن نفرح لها لا أن نخاف عليها. نعم هذا صحيح. سحر. نعم. أرجو ألا تذكري هذا الخبر لأحد الآن، في الوقت الحاضر على الأقل. أي خبر؟ خبر زواج عبير. لماذا؟ لأن الزوج لا يريد ذكر الزواج قبل أن يتم، يخاف أن يتدخل أحدهم فيفسد الأمر عليه. الزوج؟ ولدي فؤاد. يعود السيد أمين ويخبرهم هو بنفسه. سحر، ما بك يا سحر؟ أقدم لك أحر التهاني دكتور جمال. وأنت أيضا تبارك هذا الزواج. تحبها كثيرا؟ هذه 5 ليرات. تريد 10 ليرات بمناسبة الزواج؟ أمي، رأيتك ساهمة تفكرين، ما الذي يشغل بالك؟ منذ فترة وأنا أتردد في الحديث معك. عن أي موضوع؟ عن والدك. وما الداعي لهذا الآن؟ لا تذهبي يا أمينة، فأنت تعرفين كل شيء. ربما أردت الكلام بحرية. لا أريد معرفة أي شيء عنه. يجب أن تعرفي ما حصل قبل أن... لا، لا داعي للكلام عنه يا أمي. جلسي هنا يا أمينة. يجب أن تعرفي الحقيقة مني أنا. لا أريد معرفتها. لن أرتاح حتى أتكلم. هل أنت مصرة يا أمي؟ اسمعيها يا ابنتي، أمك تعاني كثيرا، دعيها تتكلم. حسنا، تكلمي يا أمي. بما أنك لم تتزوجي بعد يا حبيبتي، أراك تحبين إكمال تعليمك، فيمكنك الذهاب إلى مدرسة داخلية لإتمام ذلك. المدرسة الداخلية تحتاج إلى مال. جدتك تركت لك هذا البيت وقطعة أرض، يمكنك دفع الرسوم من إيجار الأرض، كما نعيش نحن الآن عيشة محترمة. وأنت؟ ربما
ربما لن أكون هنا. أين تكونين؟ دعيها تتم كلامها حتى النهاية. نعم أكملي يا أمي. إذا مت فلابد أن يأتي والده ليأخذك إليه. لا هذا لا يمكن. لن يبقى لك أحد في الوجود غيره. لكنني لا أعرفه وأظنه هو أيضا لا يعرفني، أليس كذلك؟ نعم، ترك البيت وعمرك 8 أشهر ليتزوج من مطلقة غنية في العاصمة. ولم يعد يراني بعدها؟ كان قد أغراه المال فضعف. والدك يحب الترف والحياة السهلة، إن شخصيته الضعيفة لم تصمد، سلب المال عقله. لهذا السبب تركنا؟ تركنا بعد زواجه وترك عمله ليعيش مع زوجته في العاصمة، ليعيش عيشة عصرية كان يحلم بها. كيف عرفت أخباره؟ من الطبيب فؤاد، تعرف عليه هناك وكان ينقل إلي أخباره. المرأة التي تزوجها هل تعرفينها؟ هل هي جميلة؟ لا أعلم، هي ليست من هنا ولم أرها قط. من أين هي؟ من المدينة، من عائلة غنية معروفة هناك، تعيش مع ابنة الله من زواجها الأول، تدعى أمها شكيب رستو. وأبي كيف يعيش معها؟ سمعت أنه يحيا في وسط متمدد، أخاف منه عليك، فهو وسط سيء شرير. وأبي كيف تركني كل هذه السنين ولم يعد يسأل عني؟ ذلك كان شرطي الوحيد يا ابنتي، لينسحب أبوك من حياتك إلى الأبد. كيف؟ كنت تركت له كل شيء عندما رحل. جاء المحامي ليبحث معي في أمور الطلاق. وأنت أوكلت محاميا ضده؟ لا يا سحر، المحامي أرسله والدك ليتفاهم معي على الطلاق، فتركت له كل شيء. لم أطلب منه لا مؤخر الصداق ولا النفق، شرط أن يتركك لنا ولا يسأل عنك إطلاقا. وافق على شرطك طبعا ولم يعد يسأل عني. كنت خائفة أن يأخذك مني. أمي ترك ابنته ليربي ابنة غيري، لا فرق بين فتاة وأخرى، أليس كذلك؟ وقفت حياتي عليك، ربيتك تربية صالحة، تركت كل شيء من أجلك يا ابنتي. الآن فهمت يا أمي كم تحملت من عذاب وحرمان. هل فهمت الآن يا ابنتي لماذا لا تعرفين أباك؟ نعم يا أمينة فهمت كم هو قاسي القلب. بعد وفاة أمي فكرت أنني إن ذهبت من حياتك. لا تقولي هذا الكلام يا أمي أرجوك. يجب أن نفكر بهذا يا حبيبتي،
إن أنا رحلت، حاولي إقناع أبيك بإرسالك إلى مدرسة خاصة، لا أظنه يمانع. نعم لن يمانع، لما كان لي في حياتي. سيكون هذا حلا موافقا مناسبا له وللجميع هناك، وبهذا أبعدك عن ذلك الوسط الخطير الذي أبعدتك عنه دائما. عندما تتزوجين تسكنين هذا البيت فهو لك يا سحر من جدتك، لا شأن لأبيك فيه ولا لزوجة أبيك ولا لابنتها ما. بهذا يمكنني أن أستريع في تأمين حياتك للمستقبل. بقي كلمة صغيرة يا ابنتي. ما هي يا أمي؟ وصيتي إليك عندما تواجهين الحياة احذري المنافقين. من هم المنافقون؟ أنت جميلة يا سحر، ستجدين نفسك محاطة بكلمات الإعجاب، فاحذري من هؤلاء، فليس كل من مدح جمالك جديرا لهم. هل فهمت يا سحر؟ نعم فهمت، سأكون على حذر من هؤلاء المنافقين. إذا رفضت فكرة المدرسة الداخلية وأخذك لتعيشي معه فاحذري تيار الدين. تذكري ما تعلمتيه هنا يا ابنتي. لا لا يا أمي لا تخافي، لن أفعل شيء من هذا، لأنك ستبقين معنا، نعيش كما عشنا في السابق في ظل عطفك وحنانك. منى، هل عرفت شيئا عن السيد أمين؟ نعم يا أمي، عاد إلى بيته أمس وحده. وحده؟ أين ابنته؟ بقيت في المدينة. وكيف عرفتي؟ الجميع يتحدثون عن عبير، يقولون بأنها بقيت في العاصمة. ما لنا وللناس يا ابنتي. جمال، أشعر بأنك تخفي شيئا عني. أنت واهمة. لا لست واهمة، رحيلك المفاجئ إلى المدينة منذ يومين لم يعجبني. قل لي ماذا ذهبت تفعل هناك؟ ذهبت لرؤية فؤاد كما أخبرتك. لماذا لم يعد يأتي ليرانا؟ أنسيتي كيف كانت تستقبله أمك؟ لم تحملني مسؤولية غيابه الآن. لا أبدا أبدا، إنما كنت أرد على سؤال منى. فؤاد مخطئ في تصرفاته. لماذا؟ كان عليه انتظار تخرجه قبل أن قبل أن ماذا؟ تكلمي. لا داعي لهذا الغضب يا جمال. أنا لم أغضب بعد، تكلمي يا منى، قبل ماذا؟ قبل أن يحيا حياة التلف والإسراف. أبوك هو المسؤول عن هذا. لنترك فؤاد في حياته الجديدة. حياته الجديدة؟ ماذا تعني؟ أهل البلدة كلهم عرفوا بما جرى، الجميع يتحدثون عن فؤاد وعبير. إلا أنا. جمال تكلم، ما به فؤاد وما علاقته بعبير؟ ستعرفين إن آجلا أم عاجلا. فؤاد تزوج عبير. فؤاد تزوج؟ ما شاء الله ما شاء الله، ولماذا لم تخبرني حتى نحتفل بزواجه؟ كفاك تهكما يا زهرة، ولدك الوحيد يتزوج سرا، لماذا؟ لماذا أخفيت عني هذا الخبر السعيد يا جمال؟ يبدو أنه لن ينفع معك شيء. إلى أين؟ أخبرني
كيف حصل هذا؟ عندما أعود أخبرك بكل شيء. هرب حتى يتخلص مني ومن الرد عليه. لا عليك، سأذهب إلى بيت السيد أمين لأعرف منه كل شيء. كان قلبي دائما يحدثني بأنه يخفي عني سرا كبيرا. حتى عبير لم يظهر عليها شيء من هذا. كنت دائما أراها طائشة، لم تكن تعجبني تصرفاتها أبدا. سأذهب إلى سحر لأرافقها إلى بيت السيد أمين وأعود إليك بالأخبار. هيا هيا لنذهب. إلى أين؟ إلى بيت السيد أمين. هل عرفت أنه رجع من المدينة؟ نعم عرفت هذا. وماذا عرفت أيضا؟ عن ماذا؟ عن عبير ابنته. ما بها؟ ألم تعرفي بأنها تزوجت أخي فؤاد؟ البلدة كلها تتحدث عن هذا الزواج. ما بك يا سحر؟ لا شيء. هل أحزنك هذا الخبر؟ أنا؟ لا أبدا، لماذا؟ أراك على وشك البكاء، ما بك؟ أشعر كأن شيئا ثقيلا يجثم على صدري. لماذا؟ لا أعرف السبب. هل لزواج عبير علاقة بهذا الحزن؟ ما الذي جعلك تفكرين بهذا؟ لأنك تحبين السيد أمين. فأحزن لزواج ابنته؟ ربما لأنها تركته وحيدا وسافرت. نعم أظنه سبب ما أشعر به من أسى. أمي أغضبها هذا الزواج وأنت أحزنك، أما أنا فلا تأثير له علي. أما فرحت لزواج أخيك؟ لا، كل شيء تم فجأة وبسرعة، لا أشعر بالفرح ولا بالتعاسة. انتهى كل شيء، لن أراه بعد اليوم. ماذا قلتي؟ قلت بأن حياة الإنسان تنتهي بالزواج. تنتهي أم تبدأ؟ تنتهي عند البعض لتبدأ عند البعض الآخر. لا أفهم ما تعني. ليس المهم أن نفهم عندما تعاكسنا الأقدار. هيا يا منى لنذهب. تفضلوا تفضل. صباح الخير يا سيد أمين. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير يا بنتي، تفضل تفضل. أطلت الغياب في المدينة. مشاغل أنهيتها هناك. هل أنت مريض؟ لا لا لا، أنا لست مريضا. تبدو متعبا يا سيد أمين. أتعبني السفر، أنا لست معتادا عليه. يمكننا تأجيل الدرس إلى يوم آخر. لا لا، أنا بخير والحمد لله. أنا آسف جدا لتغيبي عنك هذه المدة. لا بأس يا سيد أمين. أين الآنسة عبير؟ عبير إنها هناك في العاصمة. سمعنا إنها احترفت الغناء، هل هذا صحيح؟ نعم نعم، لقد نجحت في أول تجربة لها. كفى يا منى، دعينا نبدأ الدرس. كيف تركتها وحدها هناك؟ لم أتركها وحدها يا آنسة. من بقي معها؟
زوجها. هل تزوجت عبير؟ نعم تزوجت وهي تقيم في العاصمة مع زوجها. من هو؟ كفى يا منى، كفي عن الأسئلة، هل نبدأ الدرس؟ كنت أسأل لأطمئن عليها فقط. تكثرين من الأسئلة، والسيد أمين متعب كما ترين. دعيها دعيها تسأل كما تشاء، أخبار عبير ليست في طي الكتمان. نعم يا سيد أمين، ولك منا أحر التهاني لهذا الزواج. يبقى أنت يا توفيق. هل تتزوجني؟ لماذا؟ ألا أعجبك؟ تريد صحة أيها الخبير. كيف يا منى أرجوك، نريد أن نبدأ الدرس. ماذا سنعزف يا سيد أمين؟ سنعزف اليوم، زوروني كل سنة مرة. حسنا أستمع إليك في البدء. لا يا منى، أنا أحب توفيق وتوفيق يحبني. تضحكين بسعادة بعد أن حطمت أعصاب السيد أمين. أنا حطمت أعصابه؟ كيف؟ بأسئلتك الكثيرة، لماذا كنت تسألينه هكذا؟ كنت أريد معرفة كل شيء عن زواج عبير الخبيثة. ألم تشعر به يتألم عندما كان يتحدث عنها؟ لم أذهب معك إلا لأسأله عنها وأعرف أخبارها. وماذا استفدت من هذه الأسئلة؟ عرفت أن ابنته تزوجت. نسيت أن أسأله عن اسم زوجها. لكنك تعرفين اسم زوجها، ألم تشبعي فضولك بعد؟ أنت السبب، قطعت علي حديث. لماذا يا سحر؟ لأن الرجل كاد يموت من الحزن وأنت لا ترحمين. لن يموت أحد من الحزن. هل تأتي معي؟ لن تنفعك سحر. رأيت يا توفيق، لن نرى فؤاد بعد اليوم. كنت تعرف بحبه لعبير، ها؟ كنت تعرف أليس كذلك؟ لذلك لم تكن تحبه.
ولم تكن تريدني أن أحبه أيضا. أمي توفيق، لو كنت تعرف الكلام لنبهتني، أليس كذلك؟ لم أفهم أنك كنت تحذرني، كنت أعتقد أنك تغار منه. لا أحد يعرف كم يحمل هذا القلب من مشاعر نبيلة. كيف حالك سيدة جميلة؟ بخير الحمد لله، بفضل الله وعناية الطبيب البارح. والدكتور جمال كيف حاله؟ بخير، زوجي طبيب بارع كما تقول أمينة، يعالج أمراض الغير ولا يعالج نفسه. لماذا؟ هل هو مريض؟ لا أدري، لا أدري إن كان هو المريض أم أنا. هل أنت مريضة حقا؟ ما بك سيدة زهرة؟ أحضري كوبا من الماء. حاضر. سيدة زهرة ما بك؟ ما بك؟ تفضلي اشربي قليلا من الماء، اشربي. شكرا يا أمينة، آسفة سيدة جميلة. لا عليك، هل أنت حقا مريضة؟ ربما، لست أدري. أخبريني سيدة زهرة، تكلمي، ما بك؟ الموضوع يتعلق بفؤاد، لابد أنك سمعت شيئا عنه. عن زواجي من عبير؟ أجل، كان عليه أن يتمهل، الدكتور فؤاد مخطئ بهذا الزواج. أمينة، لا، أمينة على حق، فؤاد تزوج قبل أن ينهي دراسته. لا بأس سيدة زهرة، غدا يتخرج ويفتح عيال. كان عليه أن ينتظر، لا أن يكلف والده بدفع كل شيء. نعم السيدة زهرة على حق، لا مبرر للوم الآن بعد أن تزوج. سيدة جميلة، لم يقف الأمر عند هذا الحد. ما الذي حصل؟ زوجي لم يعد يهتم بنا، يهمل عمله ليذهب إلى فؤاد، يدفع له المبالغ الكبيرة، وفؤاد يصرف في معيشته وأنا لا أستطيع شيئا. غلط، كل ما يجري غلط. أرأيت سيدة جميلة كم أعاني منذ أسبوع وهو في المدينة عند فؤاد ونحن هنا وحدنا. دعي الأيام تحل المشكلة، غدا عندما يتخرج الدكتور فؤاد تنتهي متاعبك كلها. سيد أمين، قرعت جرس الباب عدة مرات فلم تسمعني. حقا؟ أنا آسف جدا، كنت منسجما مع الموسيقى. أهلا وسهلا دكتور جمال، تفضل تفضل. كنت في العاصمة؟ أجل وجئت الآن، أحببت أن أمر عليك أولا، ربما أردت أن تسألني. أن أسألك عن عبير؟ طبعا طبعا، هل هي بخير؟ طبعا سيد أمين، عبير بخير. لما كل هذا الحزن يا رجل؟ لا أحتمل فراقها يا دكتور. كيف حالها؟ عبير بخير، جئت أنقل إليك خبرا مفرحا. ما هو؟ ستسمع قريبا عن مولد نجمة في عالم الطرب.
لم أرك تفرح لهذا الخبر. أنا خائف عليها يا دكتور. مما؟ لا أعلم. طريق الفم محفوف بالمتاعب، وعبير ابنتي خطعة مني يا دكتور. أصبحت غريبة في بلد بعيدة. لكنها ليست غريبة مع زوجها. عندما تكون بعيدة عني تكون غريبة. المهم فؤاد يحبها وهي تحبه. ليتنا ما كنا عرفنا الحب. لماذا؟ حتى لا نقاسي العذاب. هل قرأت الأخبار يا أمي؟ لا، لماذا؟ عبير، انظري ما كتبوا عنها. وماذا سيكتبون عن عبير؟ دعيني يا منى. لن أدعك قبل أن تقرأ. مولد نجمة غنائية. ستنقل الحفلة من الإذاعة. نعم، يوم الخميس في 10 مساء. لا أعرف كيف يجتمع الفن والطب معا. تعنينا أخي فؤاد وعبير؟ منى، ليتك تجدين الزوج المناسب يا ابنتي. ما زلت في المدرسة. منى، أخاف أن يفوتك القطار يا ابنتي. اسمعي يا منى، بين أب مشغول وأخ لا يحب إلا نفسه لن تجد من يهتم بك. لا أحتاج لمساعدة أحد. اقرأ هذا الخبر يا أبي. قرأته يا ابنتي. أرأيت كيف وصلت بسرعة؟ كيف وصلت بسرعة وهي ما زالت في بداية الطريق؟ أعني وصلت إلى الإذاعة بسرعة. الفضل في هذا يعود إلى أخيك فؤاد ولصوتها أيضا. ألا تريد سماعها يا أبي؟ بلى، سنستمع إليها عندما تغني. ولكن متى موعد الحفلة الأولى يا منى؟ يوم الخميس في 10 مساء. علينا أن نرسل خبرا للسيد أمين. طبعا، حتى لا تفوته هذه السهرة الجميلة. زهرة، كفاك تهكما أو أترك لك هذا البيت وأرحل. سأقوم بإخباره يا أمي، سأذهب إليه مع سحر. أمي، أنا ذاهبة إلى السيد أمين، هل تريدين شيئا؟ لا يا حبيبتي. إذا سألت عني منى أنا هناك. حسنا يا ابنتي. أرأيت يا سيدتي كيف أضعت الفرصة؟ أنا أضعت الفرصة؟ كيف؟ منذ زمن بعيد وأنا أريد تغيير شكل الآنسة. لم أعترض على هذا. ولكنك أجلت ذلك عدة مرات حتى تزوج. وهل كنت أعلم بأنه سيتزوج بهذه السرعة؟ لم يتزوج بسرعة فحسب، بل رتب أموره كلها بسرية تامة. الشباب اليوم يفعلون كل شيء بسرعة. لم نشعر ولم ندري بشيء إلا بعد فوات الأوان. بعد فوات الأوان؟ وماذا كنت ستفعلين يا أمينة؟ لو عرفت بهذا الزواج قبل أتمامه لربما كنت. كنت مناتي؟ ربما. كيف؟ لو رأى سيدتي الصغيرة بشكلها الجديد لما كانت أعجبته تلك الآنسة اللعوب. عبير ليست أجمل من سحر. لو أسرعنا ورتبنا كل شيء قبل فوات الأوان. ليتنا فعلنا هذا قبل أن يحبها. كفاك تأسفا يا أمينة.
هذا أنت؟ نعم، ماذا تريد أنت أيضا؟ تريد سحر؟ ألن تجد غيرك يحبها؟ سحر ليست هنا، ذهبت إلى السيد أمين، الحق بها إلى هناك. سبحان الله، لم نجد أمامنا إلا توفيق هذا. ستنقل الحفلة يوم الخميس مساء الساعة 10. هل كتبت عنها الصحف؟ أجل، تفضل اقرأ الخبر هنا. هل سررت لهذا الخبر يا سيد أمين؟ أجل يا سحر، أي يمكنني الاحتفاظ بهذه الصحيفة؟ طبعا، جئت بها خصيصا لك. شكرا لك يا ابنتي. ألن تسمعها؟ طبعا 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 سأسمعها. جئت أدعوك لتمضي سهرة يوم الخميس عندنا، فما قولك؟ آسف جدا، لا أستطيع. لماذا يا سيد أمين؟ سيكون الوقت متأخرا. أمي ترحب بزيارتك في أي وقت. لا تعتذر يا سيد أمين، آسف جدا، لا أستطيع. لماذا؟ أفضل أن أكون وحدي حين أستمع إليها. جئنا ندعوك حتى لا تكون وحدك. شكرا لك يا ابنتي، شكرا. سيد أمين، لا تحزن. شكرا يا توفيق. ألا تعطيني واحدة؟ شكرا يا توفيق، أرأيتي أعطاني زهرة. تريد ثمنها أيها الماكر؟ ألم تسمع عبير في الراديو يا توفيق؟ وأنت سيد أمين، ألن تأتي تسهر معنا؟ آسف، آسف جدا يا ماما، آسف. حسنا، نتمنى لك سهرة ممتعة يا سيد أمين. هيا تعال يا توفيق. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا سيد أمين. حان الوقت الآن، الساعة 10. ما زال الوقت مبكرا. أبدا، الساعة تجاوزت 10. سيداتي سادتي، ننقل إليكم الآن السهرة الغنائية للمطربة الجديدة عبير. لم يذكر المذيع سوى اسم عبير. وماذا تريدين أيضا؟ اسم زوجها. الأغنية من تلحين والدها الأستاذ أمين صالح، ألم تسمع اسمه من الراديو؟ كنت أريد اسم زوجها.
ودع صبرا محب ودعك زائع من سره ما استودعك ودع صبرا محب عاطفية من تلحين الأستاذ أمين صالح. هذا اسم السيد أمين أليس كذلك؟ نعم هو ملحن هذه الأغنية. هل هو مع ابنته في الإذاعة؟ لا يا أمينة، السيد أمين لحن هذه الأغنية، كنت أسمع عبير تغنيها هنا في البلدة. سيفرح السيد أمين لسماع اسمه في الإذاعة. طبعا سمع اسمه واسم ابنته. كيف وجدت صوتها يا أمي؟ رائع، لا بأس به، جميل، لكن ليس كثيرا كما يدعون. أمينة. نعم يا سيدتي، أنا لا أحبها، لا أستطيع أن أحبها. لأنها تركت السيد أمين وحيدا؟ لابد أنه متأثر لابتعادها عنه. كان الله في عونه وفي عوننا. السيد أمين متأثر جدا لغياب ابنته عنه، ومنى لا تكف عن إزعاجه بالأسئلة. ماذا تريد منه؟ لا شيء. لا شيء؟ أبدا، تراه يتأثر عند ذكر اسمها فتسأله عنها دائما. الآنسة منى لا تحترم مشاعر الآخرين. السيد أمين مرهف الإحساس. هكذا مشاعر الفنانين دائما مرهفة جدا. ما بك يا أمي؟ يظهر أني أتت السهرة هذه الليلة. خذي هذا الدواء يا سيدتي. كيف تشعرين الآن يا أمي؟ لك والآن أحسن قليلا يا ابنتي. تعالي معي هنا.
أنا لا أحبها ولا أحب صوتها. كفى يا أمين. ماذا تريدين يا سيدتي؟ أنا لا أحبها، لا أستطيع أن أحبها، صوتها ليس جميلا. كفى يا أمين. أمي، ما الذي أصابك؟ أتخافي يا حبيبتي، ألم بسيط لم أعد أشعر به الآن. هل أستدعى الطبيب؟ لا داعي لذلك، سأذهب للنوم. تصبحين على خير. وأنت من أهل الخير يا حبيبتي. والآن يا صديقي، كيف وجدت صوتها؟ هل أعجبتك الأغنية؟ بدأت عبير تصعد سلم المجد. أسرع يا سيدة الطبيب أرجوك. أمينة. أمينة، ما بكي؟ سيدتي الكبيرة متعبة جدا. أسرع يا جمال. سأخبر خطيبتي. أمينة، هل الأمر خطير؟ لا أعلم. أسرع يا جمال بالله علي. قادم، هيا بنا يا أمينة. نذهب لرؤية ما بها يا أمي؟ لا أعلم، كم الساعة الآن؟ 4 صباحا، هل نذهب؟ طبعا يا منى، يجب أن نطمئن عليها، هيا بنا. أسرع يا سيدي أرجوك. في غرفتي. نعم نعم، هي في غرفتي. ابقي أنت هنا. سيدة جميلة، لا أدري، الطبيب عنده. لا تخافي يا صحر، تعالي يا حبيبتي، اجلسي اجلسي، لا تخافي، خيرا إن شاء الله. لا تخافي يا صحر، انظري إلى توفيق يقول لك بأنها بخير. دعني أراها. سترينها يا ابنتي، ستدخلين إليها، فقط اسمعيني. هل مرت الأزمة؟ هل مرت الأزمة يا دكتور؟ اسمعيني يا زهر، أمك كانت تعاني. لا لا تقل شيئا. اسمعيني يا زهر. لا يمكن أن أصدق. لا، أمي لم يحدث لها شيء. أمي، أمي بخير. سحر، سحر، تجلدي يا ابنتي، أمك كانت تتألم. لا أصدق. أمي، أمي، ردي علي يا أمي، لا تتركيني يا أمي، ردي علي يا أمي. هيا بنا يا ابنتي، لقد تأخرنا على سحر. انتظر قليلا. لماذا؟ ستأتي أمي معنا. لا أستطيع الانتظار. 5 دقائق فقط. لا أستطيع، لدي زيارة مريض، سأوافيكم إلى بيت سحر. حسنا. أمي، يا أمي. منى، هل ذهب أبوك؟ نعم، أسرعي يا أمي، أنت لم تشاهدي سحر منذ يومين. ولكن أريد تغيير ملابسي. حسنا، أسرعي، يجب أن نكون مع المعزبين. لن أتأخر.
من أنت يا سيدي؟ هل أنت سحر؟ نعم سحر، أنا أبوك. أخذوا النهار وأخذوني وأخذوا قلبي وتركوا الوهيل وسرقوا النور من عيوني. أخذوا الريح وأخذوا النخيل، أخذوا النهار وأخذوني وأخذوا قلبي وتركوا الوهيل وسرقوا النور من عيوني. ليصلكم كل جديد لا تنسوا الاشتراك في قناة ذكريات الزمن الجميل يوتيوب وفيسبوك.